طبعا المعارك مستمرة في المحاور التي تشتبك فيها قواتنا مع الإرهابيين. استطعنا يوم أمس إجبار عدد من الإرهابيين بالاستسلام. كان هناك مع عدده بين 1200 إلى 1300 من إرهابيين وعوائلهم استسلموا لقواتنا وتم نقلهم من منطقة الباغوز. في بقية المحاور هناك تبادل قصف بالأسلحة المتوسطة، الأسلحة الثقيلة، الطيران يرصد تحركات الإرهابيين ويستهدفهم فيما إذا لاحظ التحركات لهم. بقية المحاور هناك اشتباكات مباشرة وتبادل إطلاق نار بين قواتنا والإرهابيين. هناك تقدم نسبي على الأرض، لكن ما زالت الأمور معلقة بانتظار إما القبض على بقية الإرهابيين أو القضاء عليهم.